من الجامعة نبني الوطن. من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والتحية الطيبة تصلكم من إذاعة الحياة فام، إذاعة القيروان للصحة. إذن حلقة جديدة يرافقني فيها كالعادة نوفل الشرطاني في هندسة الصوت ومحمد قدح في الديجيتال. إذن ضيفنا اليوم من الجزائر الشقيقة وهو الدكتور إسحاق خرشي، وهو خبير اقتصادي وفي نفس الوقت هو أستاذ جامعي. إذن دكتور إسحاق، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعينا في الجزائر الشقيقة. أهلا وسهلا أخي دكتور طارق، شكرا كثير على الدعوة، تحية ليك ولكل الشعب التونسي الشقيق. شكرا دكتور، مرحبا بك، شرفتنا. إذن دكتور، طبعا هذا البرنامج يعنى بالتعليم العالي بشكل عام، ليس في تونس فقط، التعليم العالي ومخرجات التعليم العالي وكذلك البحث العلمي. نحن اليوم قبل أن ندخل في صلب الموضوع سنتكلم، يعني سنحاول تشخيص واقع التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية، وطبعا سنخص بالذكر دول شمال أفريقيا، طبعا من حيث الجودة، من حيث الاعتماد الأكاديمي، من حيث ترتيب الجامعات العربية. شنو رأيك دكتور لو نشخصوا التعليم العالي في الدول العربية؟ والله حقيقة هو متفاوت من دولة إلى أخرى. نعم. مثلا نجد في منطقة الشرق الأوسط أفضل نوعا ما مقارنة بمنطقة شمال إفريقيا. نعم. هذا راجع لجودة المدخلات الخاصة بالعمليات التعليمية على مستوى وزارات التعليم العالي، وحتى البروسيس، يعني طريقة تحويل هذه المدخلات إلى مخرجات فيما بعد تكون في شكل إنتاج علمي، كتب ومقالات وطلبة خريجين. نعم. بشكل أفضل بكثير من دول المغرب العربي. لذلك أنا أعتقد أن المستوى لا يزال دون المستوى المطلوب، خاصة لما نرى ترتيب الجامعات العربية في مختلف التقارير الدولية. قلة ما نجد جامعة معينة يعني في التوب 100 يعني. لذلك أنا أعتقد أن لا يزال كثير من العمل ينتظر الجامعات في الدول العربية. نعم، شكرا دكتور. ولكن هل تعتقد أن الترتيب المتأخر نسبيا للجامعات العربية، خاصة الجامعات العربية الموجودة في شمال إفريقيا، هل ترجع هذا التقهقر في الترتيب للإمكانيات المادية؟ لأنكم ذكرتم أن الجامعات في دول الخليج مثلا هي جامعات، يعني تحتل فيها جامعات تحتل مراتب ممتازة، وهل يعود ذلك للإمكانيات المادية المخصصة للتعليم العالي من جهة، أو للشراكات التي تقوم بها هذه الجامعات مع الجامعات الأمريكية والجامعات الكندية والأسترالية إلى غيره؟ يعني هو مسألة شراكة مع جامعات وسترن، أو هو مسألة ماديات يعني حسب رأيك؟ هو فيه شقين، يعني الأول متعلق بشيء كثير بالإمكانيات المادية، لأن حتى نقيس جودة التعليم العالي في جامعة معينة أولا نركز على جودة المدخلات. في هذه المدخلات، مدخلات جودة التعليم العالي، فيها جودة المباني، جودة الهياكل الإدارية، جودة المكتبات، نوعية الكتب المتوفرة، نوعية جودة أو مستوى الأساتذة. نعم. فالجانب المادي فيه يعني عنده حيز كبير من يعني يأخذوه من لما نجي نقيم في هذه الجامعات. ثم الجانب الثاني هو الشراكات مع جامعات أجنبية. طبيعة الحال لما يكون عندك شراكات مع شركات أجنبية، هذه الشراكة راح تأثر بشكل إيجابي، لأنك تأخذ من عندهم المعلومة، المعرفة، كيفية التنظيم الإداري داخل هذه المؤسسات، كيفية تنظيم المكاتب، كيفية تنظيم الخدمات الجامعية. نعم. وبالتالي حتكون انفالور بارتاجي، يعني قيمة مشتركة حتحققها من خلال هذه الشراكة. لذلك نقول لك أنه ترتيب الجامعات يعتمد، نعم، بشكل كبير على الجانب المادي، لأنه عنده علامة في التقييم. بمعنى آخر أنه مش فقط الترتيب هذا يعتمد على
عدد المقالات العلمية المنتجة أو كم تم يعني ليسيتاسيون، كم تم استشهاد بهذه المقالات العلمية التابعة لجامعة معينة، لأن الاعتقاد السائد الآن نعم. على أن ترتيب الجامعات يخضع بشكل كبير لعدد الاستشهادات التي استخدمها الباحثين في مختلف دول العالم بالمقالات التي تصدر من هذه الجامعة، وهذا خطأ لأنه هذا معيار واحد فقط يتم الاعتماد عليه. في معايير أخرى قلت لك أنها مادية متعلقة بالمباني والتجهيزات والهياكل نعم. وغيرها التي تساهم في تحسين ترتيب هذه الجامعات. نعم، شكرا دكتور. إذا نمر إلى موضوع آخر، يعني الجزائر الشقيقة مؤخرا احتضنت اجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي يعني لتدارس إمكانيات التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. ماذا يمكن أن ننتظر على أرض الواقع من هذه الاجتماعات، أو كيف يمكن أن تساهم هذه الاجتماعات في تطوير سبل التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة أنها اجتماعات دورية، يعني ديما معناتها تصير الاجتماعات هذه؟ والله يعني بشكل صريح ما نحن ننتظر الكثير، ربما فقط نحن نريد أن نرى ما مثل ما يحدث في أوروبا. يعني يمكن أي أستاذ من فرنسا أن يدرس في ألمانيا، يمكن أن يدرس في أي منطقة من الاتحاد الأوروبي، لكن نحن عندنا هنا في المغرب العربي صعب جدا، خاصة من ناحية إجراءات الإدارية. يعني إذا أردت أن تدرس في تونس أو في مصر أو في غير ذلك، فستعرض لمجموعة أو حزمة من العراقيل البيروقراطية اللي ما تسهلش عملية الانتقال. والأستاذ الجامعي يحتاج إلى هذه الحركية حتى يكون ناشط، يلتقي بمختلف أساتذة مختلف الثقافات من مختلف الخلفيات العلمية والأكاديمية إلى غير ذلك. لذلك أنا أشوف أنه هذه اللقاءات الأخيرة بين الوزارتين يعني ربما قد لا ترقى إلى المستوى الذي يطمح إليه الأساتذة، يعني المشاهدين الذين يريدون توسيع معارفهم وخبراتهم. نعم نعم. عفوا السادة المستمعين الكرام، إذا نحن نتمنى أن تتمخض إجراءات حقيقية تطبق على أرض الواقع من هذه الاجتماعات، ويعني إن شاء الله معناها إن شاء الله القادم أحسن. إذا دكتور، لا شك أنك تشاطرني الرأي في أنه هناك تحولات اقتصادية كبيرة سيشهدها العالم في علاقة بسوق الشغل ومدى جدواه لاستيعاب خريجي الجامعات. يعني العالم يتغير، هناك مهن ستختفي وهناك مهن ستظهر. يعني ما جاهزية الجامعات العربية لتغطية حاجيات الأسواق معناها في حاليا وفي المستقبل إن شاء الله؟ والله شوف، خاصة العالم ما بعد كورونا، يعني تغير كبير جدا في سوق العمل. نعم. والجامعات، نتكلم نحن على الجامعات العربية، لا زالت متأخرة في مواكبة التغيرات اللي حصلت في العالم قبل ظهور كورونا. نعم. يعني لو نرجع مثلا ونشوف المقررات الدراسية، يعني المواد، يعني لماتير أو لموديل يدرسوا في الجامعة، نجدها فقط مقاييس نظرية ما عندهاش علاقة بواقع العمل تماما، حتى أنه الخريج الذي يتخرج من الجامعة لما يروح سوق الشغل، المعلومات والتي اكتسبها من الجامعة ما يقدرش يوظفها في سوق العمل. نعم. لماذا؟ لأنه هذه المقاييس الدراسة النظرية ما عندهاش علاقة بإشكاليات موجودة في السوق. مثلا الآن تونس تواجه صعوبة في الحصول على قروض من أجل إتمام برنامجها الاقتصادي. نعم. مثل هذه الإشكاليات غير موجودة في المقررات الدراسية. احنا عندنا في الجزائر عندنا سوق موازي كبير، ولكن هذا الشيء ما يدرسوش على مستوى الجامعة، تبقى مدارس، تبقى يعني أمور نظرية. الآن نرجع لسؤالك باش نجاوب عليه بالتدقيق. نعم. أنه فعلا هناك ظهور لوظائف جديدة الآن في العمل عن بعد، هذا الشيء ظهر بشكل كبير بعد الجائحة، ولكن الجامعة مازال ما هيش مواكبة هذا التغير، من ناحية أنها تعقد ملتقيات حول هذه المهن الجديدة، حول إضافة مقاييس يتم تدريسها بشكل جديد في الجامعة.
الآن العالم كله في سوق الشغل يتجه نحو استخدام الذكاء الاصطناعي الانتليجنس ارتيفيسيال. نعم. فمثل هذه المقاييس ما نش نشوفوا فيها في على مستوى الجامعة واللي هي مستقبل سوق العمل. وهذه المناسبة يعني اللي ذكرتها الآن خاصة بالذكاء الاصطناعي ونربطها أيضا بالسؤال اللي طرحته لي من قبل حول العلاقة بين الجزائر وتونس في مجال التعليم العالي. نعم. وأن الجزائر وضعت مؤخرا مدرسة خاصة بالذكاء الاصطناعي للطلبة الذين يحصلون على شهادة البكالوريا. ما شاء الله. يعني ما تكون عندهم معدلات عالية. نعم. يستطيعون الالتحاق بهذه المدرسة. يدرسون 6 أشهر لغة إنجليزية لأن التعليم يكون فيها باللغة الإنجليزية. نعم. يفتح لهم آفاق فيما بعد الالتحاق في دول أجنبية إتمام أقول الدراسات العليا. فهنا حبينا نشوف مثلا اتفاقية ما بين وزارة التعليم العالي في تونس وزارة التعليم العالي في الجزائر حتى يمكن للطلبة التونسيين أنهم يلتحقوا بهذه المدرسة بعد حصولهم على شهادة البكالوريا ويدرسوا فيها لمدة 4 أو 5 سنوات. نعم. لماذا؟ لأنها راح تفتح لهم آفاق كبيرة. مؤخرا رأيت أن الإمارات فتحت مدرسة خاصة بالذكاء الاصطناعي. نعم. وهي خاصة فقط بطلبة الدراسات العليا يعني ماجستير ودكتوراه. ما شاء الله. نعم. إذن الأولى تكمل الثانية. فلو في إمكانية للطلبة التونسيين أنهم يدرسوا في الجزائر وهذا يكون باتفاق من الوزارتين. نعم. المستوى الأول يعني هو ليسانس أو شهادة مهندس. نعم. تكون هنا في الجزائر على أمل أنه يتم نعطيهم فرصة للطلبة التونسيين والجزائريين على أنهم يلتحقوا بهذه المدرسة. نعم. يعني إيكول في الإمارات من أجل إتمام دراسات العليا في الذكاء الاصطناعي اللي هو حيكون يعني مستقبل في عالم الشغل. نعم. يعني نضيف يعني على اللي تفضلت به الدكتور أنه مثلا الحاجة للمحروقات ستتقلص، يعني الدول التي تعول على الثروات يعني الباطنية مثل المحروقات، نخص بالذكر المحروقات، يعني الحاجة لها ستتقلص لأنه حاليا مثلا حتى السيارات أصبحت يعني سيارات كهربائية وهي يعني دور السيارات هذه في العالم توا. إذن مثل ما قلنا يعني هناك ضرورة لمراجعة البرامج التعليمية وجعلها أكثر ملائمة للعصر، ثم تسهيل الإجراءات لتبادل الطلبة بين الجانبين، الجانب الجزائري الشقيق وطبعا الجانب التونسي. لو نعلق على هذا الموضوع دكتور، نحب نركز على تسهيل الإجراءات البيروقراطية لتبادل الطلبة ثم مراجعة البرامج التعليمية وجعلها أكثر ملائمة لأسواق الشغل الحالية والمستقبلية طبعا. والله شو المشكل الآن أن المعلومة غير متوفرة. أنا كأستاذ في الجامعة لو يسألني طالب كيف يمكن الالتحاق بالجامعة التونسية لا أجد له جواب. نعم. لأن المعلومة غير متوفرة وغير منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى على المواقع. فأقل شيء يمكن أن نبدأ به هو جعل المعلومة متوفرة لمعرفة كيفية الالتحاق بمثل هذه المدارس، ثم بعد ذلك يأتي اتفاق بين الوزارتين على تسهيل وتبسيط الإجراءات. وهذا الشيء راح يكون سهل لو كان يعني الدولتين يعتمدان على الرقمنة، كل شيء مرقمن، كل شيء يعني على النات، يتم الأمر بسهولة كبيرة جدا مقارنة لو أنه يتم الأمر بشكل ورقي وأوراق وختم وإمضاءات. نعم. هنا راح يكون في عراقيل بيروقراطية كثيرة. ثم أيضا يجب أن يكون هناك تسهيل لحركة التنقل ما بين الجزائر وتونس. نعم. يكون في تحفيزات أيضا للطلبة في خصوص التذكرة النقل، يعني لما تكون طالب يعني يمدوا لك تخفيض إلى غير ذلك. فالأمر معتمد على الإرادة السياسية للوزارتين. نعم. من خلال تسهيل الأمر. نعتقد أن الإشكال يكون على هذا المستوى، يعني على مستوى الوزارة. الشيء الثاني هو أنه العالم يشهد تغييرات كثيرة، ليس فقط في مجال الاقتصاد، في مجال الطب، في مجال الفلاح، في مجال الهندسة، في نعم. ولكن المقررات الدراسية لا زالت نفسها. نعم. المراجع لريفيرونس، المراجع التي يعتمد عليها الأساتذة في تحضير المحاضرات، لا زالت ما فيش إنتاج علمي جديد يواكب هذه التغيرات. لذلك دائما نجد أن السوق العمل يسبق بشكل كثير جدا النظري الذي يدرس على مستوى الجامعات. لذلك أعيد وأرجع إلى سؤالك بشكل دقيق، هو أنه الأمر متوقف على حجم الإرادة الموجودة على الوزارتين من أجل تحقيق هذا العمل يسمح بتسهيل حركة التنقل بين الطلبة من الدولتين.
نعم نعم شكرا دكتور. إذا مستمعينا الكرام نخرج فاصل ثم نعود لمواصلة الحوار مع ضيفنا الدكتور إسحاق خرشي. من الجامعة نبني الوطن. من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لمواصلة الحوار مع ضيفنا العزيز الدكتور إسحاق خرشي وهو خبير اقتصادي وفي نفس الوقت هو أستاذ جامعي. إذا دكتور إسحاق، يعني كنا نتكلم على أفق التعاون بين الدولتين الشقيقتين تونس والجزائر في مجال تبادل الطلبة، كذلك هل ترون ضرورة أو جدوى لتبادل الخبرات من أساتذة ودكاترة باحثين بين الدولتين الشقيقتين؟ أكيد أكيد، هذا ما تعمل به كل الدول الأجنبية، عندهم ما يسمى بأستاذ زائر، يعني في كل مرة تريد إلقاء محاضرة في جامعة معينة خارج يعني بلدك بإمكانك ذلك. المشكل في التسهيلات الإدارية والوظيفية اللي تسمح لك بالانتقال. أنا أعتقد أنه راح تكون في فائدة كبيرة من جراء انتقال الأساتذة من بلد آخر. في هذا الإطار عندنا هنا في الجزائر عندنا ما يسمى بتربصات، يعني الاستاج، تربصات قصيرة المدى فيها حوالي أسبوعين إلى ثلاثة. نعم. في كل سنة نحو دول مختلف دول أجنبية. الهدف من هذا هو الاحتكاك مع الأساتذة، معرفة كل ما هو جديد ومتعلق بالمعرفة العلمية بالمقررات الدراسية، لأني أنا لما أنتقل مثلا إلى تونس لأدرس اقتصاد أرى مقاييس جديدة، طرق تنظيم جديدة على مستوى الجامعة، كيفية تنظيم المكتبات، كيفية سير العمل الإداري. نعم. يمكن أن أنقل هذه الخبرة إلى الجامعة في الجزائر، نفس الشيء ينطبق على الأستاذ التونسي الذي يريد الانتقال إلى الجزائر، ولكن الأمر يطلب تنسيق عادي جدا على مستوى الوزارة، لأنه أستاذ حتى يتنقل من بلد إلى آخر لازم له مسكن يعني ومكتب وتجهيزات، فالأمر مش فقط متعلق بالتعليم في حد ذاته. لذلك قلت لك أنه حتكون فيه يعني انفاض بارتاجي ما بين تونس والجزائر فيما يخص التعليم العالي إذا قمنا بتسهيل عملية الانتقال بين الأساتذة الجامعيين. نعم دكتور، يعني نحن في تونس مثلا عندنا يعني نسبة كبيرة من الدكاترة الباحثين العاطلين عن العمل، يعني تقريبا في حدود 5000 دكتور، ولكن القناعة التي لدي أنا أن الدكتور الباحث ليس معناتها الوظيفة الوحيدة المتاحة أمامه، ليست هي التدريس فقط بالجامعة، ولكن إدماج الدكتور الباحث في الدورة الاقتصادية وفي المؤسسات الصناعية قصد البحث والتطوير، وأنتم تعرفون جيدا أن المؤسسات الصناعية على مستوى العالم وفي الدول المتقدمة كلها مؤسسات فيها يعني قسم البحث والتطوير Research and Development RD. يعني هل نحن المؤسسات الصناعية الموجودة في الدول العربية بشكل عام وفي الدول شمال أفريقيا وخاصة الجزائر وتونس، هل هناك أقسام للبحث والتطوير في المؤسسات الصناعية قصد يعني من جهة تطوير المنتوجات بالنسبة لأصحاب المؤسسات الصناعية، ومن جهة الأخرى استيعاب وإعانة الدول على تشغيل الباحثين الدكاترة الباحثين؟ شوف، هو لازم نرجع للسبب الرئيسي، يعني لماذا حتى هناك عدد كبير من الدكاترة الغير موظفين؟ نعم. رغم أنه من المفروض أننا ننتج عدد دكاترة الذين نستطيع توظيفهم. نعم. أنا لما بحثت وجدت بأن الهدف هو زيادة عدد المقالات العلمية المنشورة في المجلات العلمية حتى يرتفع ترتيب الجامعات على مستوى يعني التقارير الدولية. نعم. رغم أننا لا نحتاج هذا العدد من الدكاترة، أنك حتى تتخرج برتبة الدكتور أقل شيء أنك تنشر مقال علمي واحد في جريد في أقول مجلة علمية محكمة. نعم. ومعترف به. نعم. فهذا المقال يساهم في رفع ترتيب الجامعات. لذلك الآن
فيه تركيز من طرف الجامعات على زيادة وإنتاج أكبر قدر من الدكاترة، ليس من أجل توظيفهم في الجامعة ولكن من أجل رفع مكانة هذه الجامعة في تقارير الدول. الآن إلى أين سيتجهون مختلف هذه الدكاترة؟ حقيقة هذا إشكال كبير وموجود حتى عندنا في الجزائر، ومطالب كثيرة لما خاصة من مشروع وسائل التواصل الاجتماعي، الكل يريد أن يدرس في الجامعة، في حين أنه في الخارج عدد قليل جدا من يحمل شهادة الدكتوراه ويتوجه إلى التعليم في الجامعة، كلهم تجدهم في المصانع وفي الشركات وفي المنظمات. إذن ما هي الحلول، ما هي الحلول التي تتبعها الجزائر مثلا لاستيعاب الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل؟ الحلول هو 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 جاء من المشكل الموجود. المشكل كان انه الذي يحمل رتبة دكتوراه ما نعرفوش شحال نعطوا له الاجر على مستوى مؤسسة اقتصادية، ما عندوش رتبة معينة. نعم. لذلك مؤخرا تم استحداث رتبة فيما يسمى عندنا بالوظيفة العمومية، يعني القطاع العام التابع للدولة. نعم. على ان من يحمل شهادة دكتوراه ياخذ مبلغ معين. نعم. الاشكال في السابق انك لما تكون تحمل شهادة دكتوراه لا تستطيع أن تتوظف بها في مؤسسة عمومية. شهادة الماستر أو الماجستير أوكي عندها أجر مقابل، ولكن نعم. شهادة الدكتوراه ما كانش عندها مقابل مادي، يعني ما تقدرش تتوظف ولا تستطيع دفع هذه الشهادة حتى تحصل على أجر أعلى، لأنها ما عندهاش المساوي لها في سلم، في سلم التأجير. نعم في سلم الأجور. نعم. مؤخرا قامت وزارة التعليم العالي بالتعاون مع القطاع العام يعني الوظيفة العمومي. نعم. باستحداث سلم خاص بهؤلاء الذين يحملون شهادة الدكتوراه على أساس أنه سيتم توظيفهم مستقبلا، يكون ما يكونش فيه يعني صعوبة من ناحية معرفة سلم الاحتياجات يعني الخاصة بالأجر. أعود إلى سؤالك أخ طارق حول استخدام هؤلاء الدكاترة في مجال البحث والتطوير في على مستوى المؤسسة. حقيقة أنه قسم الأبحاث والتطوير على مستوى المؤسسة الاقتصادية، أنا أتكلم عنها هنا في الجزائر، نعم. ضعيف جدا ولا يستخدم بشكل كبير، لأنه تعرف أنه الاقتصاد إحنا عندنا هنا في الجزائر تقريبا أن كل ما ينتج يباع، فيه طلب كثير، خاصة مع أننا نتجه نحو خفض الواردات. نعم. نحاول نحن في الجزائر أن نخفض من الواردات حتى لا نصرف أكثر يعني عملة صعبة. نعم. لما نخفض في الواردات كمية المعروضة من السلع في السوق تكون قليلة، وبالتالي كل ما ينتج يباع. لذلك قسم البحث والتطوير مازال متأخر، قسم البحث والتطوير نتجه إليه لما يكون فيه تشبع في السوق. نعم. فنحاول أن نقدم شيء جديد غير موجود حتى نحصل على قيمة، على حصة سوقية أكبر. يعني نحن كمؤسسة نحاول أن نستخدم وظيفة البحث والتطوير حتى نحصل على قيمة أكبر، قيمة سوقية أكبر من المنافسين. لذلك أن وظيفة البحث والتطوير واستغلالها من خلال توظيف دكاترة، أعتقد أن الوقت لا يزال مبكر عندنا هنا في الجزائر من أجل توظيفهم يعني. نعم دكتور، نجيو الموضوع آخر دكتور، يعني احنا في تونس في البحث العلمي، واعتقد أنه ربما نفس الشيء في الجزائر الشقيقة، يعني عندنا دكاترة باحثين عندهم براءات اختراع يعني على درجة كبيرة، معناها يعني درجة يعني براءات اختراع ممتازة، ولكن المؤسف أن هذه براءات الاختراع يستفيد منها الغرب لأنها تنشر يعني على مستوى العالم، ولكن نحن في الدول العربية لا نقوم بتثمين هذه البراءات أو براءات الاختراع. هل ترون ضرورة يعني الدولة لابد أن تراهن على البحث العلمي، ولابد أن تستغل براءات الاختراع التي ينتجها الدكاترة الباحثين قصد الارتقاء بالاقتصاد الاقتصادات العربية؟ هذا الواجب، هذا ما يجب أن يكون، ولكن الواقع للأسف عكس ذلك تماما. كلنا نعرف العالم بالقاسم حبة الجزائري لديه عدد نعم. كبير جدا من الاختراعات. نعم. للأسف تتم استغلال هذه الكفاءات في الخارج، لأنه ما فيش تفمين. علاش تفمين. دكتور علاش، لماذا فيش تفمين؟ في إشكالية في داخلها في الطابو، يعني في الطابوهات، لأنك نعطيك مثال صغير جدا فقط. نعم. بعض الأحيان نريد استخدام براءات
الاختراع هذه في التصنيع هنا داخل الجزائر. نعم. ولكن لا يتم تصنيعها. لماذا؟ لماذا؟ لأنه فيه من هو قوي، من يمتلك نفوذ ويريد استيرادها من الخارج بدلا من تصنيعها في الداخل. يريد أن تكون له شبكة علاقات في الخارج قوية حتى يستفيد، يعني يحقق مصلحة شخصية. مصلحة شخصية على حساب معناها على حساب البلد يعني. إيه نعم، كانت موجودة عندنا. نعم. نحن هنا كانت موجودة، كان في عدد، كنا نستورد كل شيء يعني. الآن باش بدأت الجزائر مثلا تعيد إطلاق المؤسسات، يعني كان فيه غلق، نحن هنا في الجزائر كان فيه غلق للمؤسسات الصناعية مقابل توجه للاستيراد. نعم. الآن باش بدينا يعني من 2019 منذ انتخاب الرئيس تبون باش بدينا نضغط على الواردات ونحاول إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن النشاط في الجزائر ومنح قروض ومحاولة استغلال بعض براءات الاختراع الموجودة. إذا قلت لك أنه الأمر مرتبط بالوضع الاقتصادي في البلاد، بتوجه البلاد، بمدى استعداد هذا البلد لاحتضان النخبة وتشجيعها وتثمين للمبادرات. يعني أفهم من كلامك دكتور أنه متى توفرت الإرادة السياسية نحن قادرون. إيه نعم، إيه نعم، فيه كفاءات شبانية، فيه مخترعين، فيه مؤخرا شفنا في الجزائر إنشاء وزارة جديدة خاصة بالشركات الناشئة، والله عدد كبير جدا من الشباب يقدمون اختراعات يعني، وعندهم لابل يعني علامة شركة ناشئة يعني. نعم. حتى البيزنس موديل إيه دي ستارت اب، يعني البيزنس موديل تاعهم جديد وغير ذلك، ولكن يحتاجوا إلى من يدعمهم ومن يثق فيهم ويدعمهم، يعني يشتري منتجاتهم المحلية بدلا من الاستيراد. وهذا الشيء اللي بدأت تقوم به الجزائر الآن، اهتمام أكبر بالمنتج الوطني. هذه ربما خطوة صغيرة ولكنها خطوة نحو الأمام في إطار يعني الأمر يأخذ وقت، يعني مش سهل أنك تقضي على لوبيات الاستيراد إلى غيره، مش سهل، الأمر يتطلب وقت أعتقد حتى نصل إلى الهدف. نعم نعم، إذا إن شاء الله ربي ييسر الأمور وإن شاء الله القادم أحسن، خاصة أنه العلاقات طيبة ما بين الجزائر الشقيقة وتونس على مستوى الشعب وعلى مستوى الرؤساء، حتى الرئيس الجزائري تبون هو صديق وهو علاقاته طيبة مع الرئيس قيس سعيد، وإن شاء الله يعني علاقة الجوار والشعارات التي نرفعها أن بالتونسي أخوة أخوة وبالجزائري خاوة خاوة، إن شاء الله نشوفوها مفعل على أرض الواقع في مجال البحث العلمي والتعليم العالي، قصد الارتقاء بالأوطان العزيزة، بتونس العزيزة وبالجزائر العزيزة، لأنه ما فيش مجال للشك أنه مستقبل الجزائر مرتبط بمستقبل تونس ومستقبل تونس مرتبط بمستقبل الجزائر. إذن دكتور أعطيك كلمة حرة في دقيقتين قبل أن ننهي، رغم أنه الحوار معكم شيق جدا دكتور. والله سعيد جدا بتواجدي معكم عبر تقنية سكايب. شرفتنا. والله سعيد جدا أنا وشرف لي أن أشارك معكم وإخوة تونسيين، إخوتنا وتونسية الجزائر والجزائر هي تونس. نعم. ومرحبا بكم عندنا وإن شاء الله. ومرحبا بكم عندنا إن شاء الله. العلاقات هي العلاقات طيبة، الحمد لله العلاقات طيبة وليست جديدة، العلاقات من زمان، احنا نريد ان نرى تفعيلها على ارض الواقع، نريد شراكات حقيقية في التعليم العالي وتبادل خبرات من اساتذة وطلبة الى اخره. اذا الدكتور شكرا جزيلا على قبول الدعوة، سعدت كثيرا باستضافة الدكتور اسحاق خرشي وهو خبير اقتصادي واستاذ جامعي من الجزائر الشقيقة، واجدد التحية لأشقائنا طبعا في الجزائر الشقيقة. من الجامعة نبني الوطن. من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نجدد لكم التحية في الجزء الثالث من برنامجنا من الجامعة نبني الوطن. الحقيقة في الجزء هذايا باش نحكيه على حاجة مهمة جدا جدا، وهي أسئلة الكثير من الحبر، وتكلموا عليها برشا ناس وبرشا أخصائيين، وإن شاء الله معناها نلقاولها الحل هذايا باش تتنحى من المدارس نتاعنا.
إذن الظاهرة ذي أكيد أنكم فهمتوا نحكي على ظاهرة العنف المدرسي، وفما الناشطين بالمجتمع المدني وفما جمعيات وفما حتى مجهودات الدولة يعني في إطار التصدي للعنف المدرسي. إذن للحديث على الموضوع هذا استضفنا أخونا أنيس غالي، وهو ناشط في المجتمع المدني وهو عضو جمعية أنا فاعل. إذن سي أنيس مرحبا بك. عدد مشاكل اللي قاعدة يعاني منها الوطن هذا، منها مشاكل العنف المدرسي، معناتها اللي هي ظاهرة قاعدة تتفاقم وقاعدة تزايد تدريجيا وتمثل خطر على الأجيال القادمة. نعم نعم. إذا مرحبا بك سي أنيس، ربما الصوت كان متقطع شوية ما سمعتنيش. إذا أنا قدمتك على أساس أنك ناشط في المجتمع المدني وأنت عضو في جمعية أنا فاعل. إذا قلنا أنه معناها أنتم باش نظموا تظاهرة اجتماعية رياضية تهتم بالعنف في المحيط المدرسي. إذا كيف جاتكم الفكرة ذي، وكان تحكي لنا على التظاهرة ذي كيفاش باش تنظموها، اش باش تعملوا، مكانها، وقتها إلى آخره. الظاهرة هذه هي جات ماهيش باللي محض الصدفة، معناتها احنا قاعدين نشوفوا اللي ظاهرة العنف قاعدة معناتها تتفاقم وتتزايد تدريجيا، قاعدين نشوفوا اللي العنف قاعد يسيطر على الشباب، معناتها فئة الشباب خاصة. العنف موجود ولا في كل بلاصة في الشارع، في حتى في أعلى مؤسسة الدولة، نذكروا نحن حتى في قبل في المجلس التأسيسي كانت ظاهرة العنف مسيطرة، زادة ظاهرة العنف هذه تنقلت حتى للمدارس وأصبحت تمثل خطر على الحياة التربوية وعلى الأجيال القادمة، معناتها اللي معناتها اللي نورمالمون تعول عليهم البلاد هذيا وتستثمر فيهم، خاطر هذاك هو مستقبل تونس. نعم، وطبعا العنف هو معناتها باش العنف المدرسي، سواء كان العنف بين الطلبه او التلامذه بشكل عام او حتى العنف الموجه للاطار التربوي التدريسي. يعني هو العنف نحن خذيناه بشكل عام معناتها في المحيط المدرسي، معناتها التلامذه في بعضهم، ومن التلميذ على الاستاذ ولا من الاستاذ على التلميذ. يعني نعم، يعني لو كان شخص أسبابه أخويا أنيس، يعني أسبابه شنية أسباب العنف المدرسي معناها؟ نحن في جمعية أنا فاعل عملنا دراسة كاملة للظاهرة هذه، لقينا عدة أسباب تدخل منها أسباب اجتماعية، نحن نشوفه طول الضغوطات النفسية اللي الضغوطات الاجتماعية اللي قاعدين يعانوا منها الأولياء. نعم. خليتهم أنهم يكرسوا كل وقتهم معناتها اللي معناتها للخدمة نتاعهم وجلب احتياجاتك المادية ولا للعائلة، ونشوف اللي أهم حاجة اللي هي الجانب النفساني للتلميذ. ونحن كان معناتها حسب الدراسة اللي عملناها اللي ظهرت معهم فيدي معناتها أكثر فئة هي فئة الشباب وفئة المراهقين، معناتها هم يمروا بفترة معناتها نفسانية في بناء معناتها شخصيتهم، ويلقوا روحهم معناتها في صراع في 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 مشاكل معناتها مربوطة بالمشاكل الاجتماعية، المشاكل الاقتصادية، حتى نعم. المشاكل الصحية. نحن شفنا حتى الكورونا عندها دور معناتها على التأثير النفسي والتأثير الاجتماعي. نعم. معناتها نحن نعاني منها حتى معناتها ككهول، معناتها كناس معناتها كفئات متقدمة حتى في العمر، فما يبالك معناتها بالأطفال ولا بفئة المراهقين معناتها. نعم، ولكن لهنا يعني تحب تقولي أنه مثلا البو والأم بحكم معناها ضروريات العمل وكذا تخليه شوي على جزء من الإحاطة بأبنائهم، ولكن هذه معناها أنا نقول أنه ما شنو البديل، معناتها البو يخدم والأم تخدم، دونك لهنا شنو يعملوا، ما نجموش يبطلوا، شنو يعملوا معناتها لهنا حسب الدراسات طبعا اللي أنتم قمتم بها. البديل هو محاولة معناتها للرعاية، معناتها تقديم الرعاية النفسية للتلميذ، معناتها الرعاية النفسية تنجم تكون معناتها في الأسرة، كما تنجم تكون زاد رعاية معناتها نفسية حتى في معناتها في المؤسسة التربوية، تنجم تكون حتى في المراكز الصحية اللي المحلية اللي قريبة للمدارس، معناتها توفير أخصائي نفسي للتلامذة، خاطر الظاهرة هذه عندها معناتها كما نقولوا نحن تتبعها عدة ظواهر، معناتها التلميذ نجمو نعرفوه نحن باش يدخل في فترة نتاع عمق، معناتها في فترة نتاع خلل نفسي، نجم نعرفوه معناتها من الغيابات نتاعو، من ردة فعله معناتها الإطار التربوي مع زملائه والتلامذة اللي معاه، مع حتى النتائج نتاعو، هذا كل معناتها مؤشرات على خلل نفسي اللي نجم معناتها نداركوه ونلقوا له حلول قبل نوصلوا لظاهرة العنف
المسلط من التلميذ على الأستاذ ولا حتى من الأستاذ على التلميذ. نعم، يعني في حوارنا في النقاش نتاعنا في الكواليس تطرقنا حتى على دور المؤسسة الأمنية. يعني مثلا شنو تقصدوا بدور المؤسسة الأمنية؟ مثلا يعني مثلا المؤسسة الأمنية تعمل دوريات أمام المعاهد والمدارس ولا كذا، لكن زاد هو ما ينجمش ما تنجمش مثلا المؤسسة الأمنية كل معهد قدش عنا من معهد قدش عنا من مدرسة كل معناها ريكرياسيون كل ساعتين تمشي كهرباء قدام الليسي ولا قدام المدرسة. يعني أعتقد أنه صعبة شوية الحكاية معناها. نحن في حسب الدراسة اللي شفناها ما تلقينا عدة أطراف متدخلة في الموضوع هذا، كما قلنا حكينا توا على الأسرة، حكينا على الإطارات التربوية، حكينا على الجانب النفسي اللي نجم يكون مع أخصائي نفسي في لمتابعة حالات التلاميذ. زاد الوضع الأمني عنده دور. هو نحن حسب ما شفنا وحسب نحن الدراسة اللي عملناها على منطقة سيدي حسين نشوفوا اللي عدة مشاكل أمنية بحتة، انتشار مثلا تجارة المخدرات حتى في المعاهد، انتشار ظاهرة السرقة والخطف أمام المعاهد، ذي كل ما تخلي التلميذ إنه يمر حتى بظروف نفسية ما أنت تأثر عليه. الدور الأمني دور كبير ياسر مهم. حتى نحن شنو دور الأمني فيه صيغة ردعية، وفي حتى نحن شنو الحل اللي لقيناه الحل بالحوار مجموع. نحن نعم عدة حلول لكل المشاكل اللي تمر بها البلاد بصفة عامة، مش كان حتى ظاهرة العنف. معناتها إذا كان نحن باش نقربوا الإطار التربوي بالتلميذ عبر الحوار، زيد ندخلوا معاهم معناتها المؤسسات الأمنية وكذا، نلقوا حلول. نعم، يعني حمل الجماعة ريش تقول أنت، معناتها عدة أطراف لابد أن تتداخل لتتضافر الجهود للقضاء على العنف. يعني هي مش متعلقة بس بالجانب الأمني أو بجانب دور الأب والأم أو بجانب المؤسسة التربوية، يعني هي الناس الكل لازم تشارك في الموضوع ذي للقضاء على ظاهرة العنف المدرسي. هذا هو معناتها هي رو نورمالمون تكون قضية وطنية، على خاطر معناتها نحن صحيح الدولة نتاعها معناتها بلادنا ما عندناش كلي ثروات اللي نقولوا نحن طبيعية، ولكن عندنا ثروات بشرية اللي هي كما تلامذة هذاما اللي لازمنا نحافظوا عليهم ونحاولوا أن نوصلوهم في معناتها في معناتها باش يكونوا هما مستقبل البلاد هذيا في معناتها بطريقة معناتها أننا نحموهم من كل ما هو سلبي اللي موجود في المجتمع، وهذا معناتها جانب يلزم معناتها يكفل به كل المؤسسات الدولة من المؤسسات الأمنية التربوية حتى الصحية كي نحكوا على الجانب النفسي معناتها الجانب الصحي زاد يدخل هذا الجمعيات والمنظمات الوطنية. معناتها يجب يكون هذا نحن سلطنا عليه ضوء في جمعية أنا فاعل، ولكن طالبينه أنه لازم الدولة بصفة عامة أن تسلط على الضوء على الموضوع هذا، خاطر بالحق هو موضوع خطير. نعم، وخطير معناتها على مستقبل البلاد بصفة عامة، وربما حتى البرامج التربوية البرامج الدراسية اللي تدرس في المدارس ربما يقع معناها تعديلها شوية، نزيدوا حاجة ونقصوا حاجة من أجل مثلا من أجل خلق أو من أجل تكوين تلميذ فاعل إيجابيا في هذا المجتمع. إذا أنتم عندكم تفضل. سمحني بس على النقطة هذه. نحن بالنسبة لحسب الدراسة اللي قدمناها وقدمنا معناتها دعوة باش يكونوا معنا أخصائي بيداغوجي. نعم، على خاطر في الدراسة اللي عملناها ومعناتها تشاركنا تلامذة وشفنا المشاكل نتاعهم شنو هو، نلقوا فما ضغط رهيب معناتها المسلط على التلميذ. نعم، معناتها عدد ساعات الدراسة معناتها يوصل لأكثر من 40 ساعة دراسة في أسبوع. نعم، يقرأ من 8 الصباح حتى 5 تاع العشية، وبعدين يزيد يكمل يقرأ وتيد ويروح للدار عنده تمارين، وكل أستاذ يعطي تمارين وحده. نعم، هذا يخلق معناتها نوع من الضغط على التلميذ. نعم، وبالطبيعة الضغط هذاك ما يلقاش فين يمشي، خاطر نحن زدنا لاحظنا اللي في المؤسسة التربوية فما نقص كبير ياسر، فك النوادي اللي كانت موجودة في السابق، النوادي. نعم، اللي كانت متنفس للتلميذ هذا توا بدا معناتها نقولوا نحن انقص الى درجه معناتها المحلال في عده مؤسسات تربويه. نعم، وهذا يخلي التلميذ بالحق ما يلقاش فين باش يتنفس، ويلقى الحل الوحيد انه في الشارع، ويلقى حل في الشارع او عافانا وعافيكم الله. وليت ظاهره القمار الالكتروني هذه وليت حكايه معناها تزعج الاولياء، وليت معناتها مركبت لهم الذعر. اذا انتم توا عنوان التظاهره، انا الحقيقه شدني برشا عنوان التظاهره، ممتاز جدا. اذا عنوان التظاهره هو علمني نسامح.
علمني نسامح على خاطر هي اسمها مؤسسه تربويه مش مؤسسه تعليميه. معناتها صحيح انه باش تتعلم التلميذ وباش ياخذ عده معناتها معلومات، ولكن زاد المؤسسه التربويه هي عندها جانب نفسي وعندها جانب اجتماعي. معناتها كيفاش لازم يتعلم التلميذ كيفاش يتسامح، يعلم التلميذ كيفاش يمشي للحوار، يمشي للنقاش، بلا يمشي للعنف. نعم نعم. اذا التظاهره هذه وقتاش باش تنظموها سي انيس؟ التظاهره هذه ان شاء الله باش تكون في شكل ندوه يوم 16 يوم 15 جانفي ان شاء الله، يعني يوم السبت القادم. ومع التظاهره هذه لقينا حل من الحلول اللي نحن كما كنت نحكي لك تو عن النوادي، الحل من الحلول انه باش يصير تفريغ لك الطاقه السلبيه عند التلميذ، انه شفنا معناتها الرياضه هي حل من الحلول انه باش يلقى التلميذ متنفس. وذلك علاش نحن خيرنا انه باش تكون مصاحبه للندوه هذه باش تكون فما تظاهره زاد رياضيه باش تكون في شكل معناتها مباريات من كره القدم بين المعاهد اللي موجودين في جهه في منطقه سيدي حسين. نعم، وطبعا الاطراف المشاركه في التظاهره هذه في اليومين 15 و16 شكون هم الاطراف المشاركين؟ كما حكينا نحن بالنسبه للندوه باش يكون فما اخصائي نفسي واخصائي بيداغوجي، باش يكون فما مسؤولين عن المؤسسه الامنيه، مؤسسين عن المؤسسات التربويه. نعم. زاد حتى للاعلام قدمنا دعوه باش يكون زاد وجوه اعلاميه موجوده معنا، خاطر حتى للاعلام عنده دخل وعنده دور في الموضوع. نعم. عنده دور باش هو بيدو كما انتم تفضلتوا وبارك الله فيكم باش تقدموا للتظاهره هذه. معناتها حتى يلزم ظاهره العنف هذه تكون الاعلام يحكي عليها اكثر باش نحاولوا نلقوا لها حلول. نعم. زاد دور زاد للتلفزه، خاطر التلفزه زاد هي نقطة مهمة. النقطة مهمة باش نسألك عليها خويا نيس، أنت هكا تطرقت لموضوع وحدك، أنا باش نسألك على المادة التي تقدم في التلفزيون، هل يجب معناها نزيد ونراقبوها أكثر معناها إذا كان يكون فيها عنف ويكون فيها معناها دعوة ولو غير مباشرة ولو مبطنة للعنف، هل يلزمنا شوية رقابة في الموضوع هذاك ولا معناها؟ هذا هو بالضبط، هذاك علاش نحن وجهنا كما قلت لك دعوه للاعلاميين، وخصيصا حكينا على التلفزيون وحكينا على الدراما. نذكر المسلسلات اللي كانت تبث معناتها وفي اللي خذات تاثير كبير ياسر عند الشباب، اللي معناتها اللي يقتدي معناتها اللي عندها كما نقولوا نحن انعكاس سلبي على الشباب. نعم. وهي زاد نمت في ظاهره كانت سبب في تنميه ظاهره العنف معناتها. نعم نعم، باعتبار أن واحد معناها في سن مراهقة هو يقتدي بكل ما يراه، وطبعا الصورة هي دائما أكثر وأشد تعبير من الكلام، لما يشوفها معناها في التلفزة فهذه أكيد جدا تدخل في السلوك متاعه. إذا إن شاء الله ربي يجريها على الصلاح يا خويا أنيس، وإن شاء الله ربي يحمي هالبلاد هذه ووليداتنا، هما مستقبل تونس بالفعل. وإحنا أعطيناكم هالمساحة هذه باش تعرفوا بالأنشطة متاعكم في إطار مساعدتكم للتصدي لظاهرة العنف المدرسي. إذا نشكرك برشا أخويا أنيس غالي، إن شاء الله ربي يوفقهم، إن شاء الله ربي يجريها على الصلاح، وإن شاء الله نتلقاو في مناسبات إعلامية قادمة. شكرا. من الجامعة نبني الوطن. من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة تصلكم من إذاعة الحياة فام، إذاعة القيروان للصحة. الحقيقة موضوع باش نحكيو فيه نواصلوا الحديث فيه هو مثل ما قلنا يعني العنف المستشري في المؤسسات التربوية وفي محيط المؤسسة التربوية وحتى في الشارع. إذا كنا استضفنا أنيس غالي وهو ناشط بالمجتمع المدني وهو عضو في جمعية أنا فاعل، وتكلمنا شوية على العنف المدرسي. فما بادرة يعني جينا وهي معناتها بادرة طيبة جينا من جمهورية مصر العربية، مصر الشقيقة. البادرة هذه قامت بها الإعلامية شيرين الفقي، أو مثل ما تقول هي شيرين الفقي. إذا معنا شيرين الفقي نستقبلوها ونحييها ونخليوها هي تحكي لنا على المبادرة التي قامت بها.
أختنا شيرين الإعلامية المصرية، مرحبا بك، شرفتنا ونورت الجمهورية التونسية. أهلا بك. أهلا بك. أهلا وسهلا، تحية ليك وتحية المستمعين في مصر الشقيقة. إذن لو تكلمنا على لو تحدثنا على البادرة اللي سيادتك يعني قمت بها، لو تعطينا عليها نظرة عامة يعني. أنا بدرتي اسمها بلاش تعكسها. نعم. هي خاصة طبعا بالفتيات. نعم. والمرأة المصرية اللي هي بتسوق السكوتر. نعم. هي ليها سلوجان اسمه بلاش تعكسها، بلاش تضايقها. نعم. هي من حقها تسوق السكوتر، خليك جنتلمان. نعم، خليك جنتلمان. أساسها. نعم. طبعا خليك جنتلمان. نعم. يعني هي جاية من الشياكة. نعم. لأن احنا عندنا بنات كتيرة يعني مصريات بيستخدموا السكوتر. نعم. لأنه هو يعني فيه مميزات كتيرة. نعم. وبيحميهم طبعا من أي مضايقات بيتعرضوا ليها في وسائل المواصلات. نعم. فبيحبوا يكون عندهم حرية في الحركة، بس للأسف في مضايقات كتيرة لأن هي كانت عادة جديدة على المجتمع. نعم. يعني هو تعتبر جديدة. هو أستاذة شيرين، هو قبل كانوا معتها الفتيات يعني لما يروحوا على الجامعة يعني يستعملوا النقل العمومي، وطبعا النقل العمومي فيه زحمة، والأمر يعني تقريبا شبيه في يعني في كل الدول العربية، يعني فما زحمة، ولذلك لتجنب هذه الزحمة فقرر يعني من المستحسن أو تشجعوا على البنات أنهم يستعملوا السكوتر اللي هي الدراجة النارية. ولكن اصطدمتم أنه لما البنات يستعملوا الدراجة النارية السكوتر يعني تصير مضايقتهم، وهي طبعا من حقها أنها تعيش حياتها بكل حرية وبكل معناها ثقة في النفس، فأنتم أطلقتم مبادرة بلاش تعاكسها، بلاش تضايقها، خليك جنتلمان. هل تعتقد أن الشعار هذا يوصل للشباب اللي هم يضايقوا يعني ويعاكسوا؟ هل تعتقد أن المسج يوصل، معناها الرسالة؟ طبعا ده دورنا كإعلاميين، ودوري كإعلامية أن أنا لما بدأت المبادرة مش مجرد أن أنا أنزل خبر وخلاص، لا، أنا بدأت أشتغل عليها من الصفر زي ما بيقولوا. نعم. وأنزل وأستخدم موبايلي، إمكانيات. نعم. بسيطة جدا أن أنا أمسك الموبايل وأصور وأفهم يعني إيه سكوتر. أنا ما كنتش أعرف يعني إيه سكوتر. نعم. يعني بالرغم أن أنا في الحقل الإعلامي لكن ما أعرفش يعني إيه سكوتر. نعم. فلما نزلت وبدأت أعمل سيرش، لا، لقيت الموضوع كبير جدا. هو عالم البايكرز، عالم كبير جدا. نعم. وما كنتش بايكر. أنا كمان اتعلمت أن أنا أسوق السكوتر واشتريت سكوتر علشان أبقى معاهم طبعا وأشوف إيه اللي بيواجهوه. نعم. وانزل واعمل لقاءات مع البنات ومع الولاد، وبدأت انشر الثقافة من خلال القنوات ووسائل الميديا والصحف، وببقى موجودة معهم. وبدأنا كمان نوسع أنشطة، هي حملة مجتمعية تطوعية، يعني أنا ما بلزمش حد إنه يكون موجود فيها، لأ. نعم. بتواصل معهم، يلا إحنا هننزل نعمل نشاط كذا، إحنا هنساعد في عمل خيري، ينزلوا البنات اللي هما برضو راكبات السكوتر ويشاركوا. نعم. وجودهم في أماكن كتيرة بيدي معنى وبيدي وجود، لأن البنت والمرأة المصرية هي ليها كاريزما خاصة، وأنا طبعا بشجعهم وبحييهم لأن هي بتواجه صعاب كتيرة، بتواجه إنها تنزل بالسكوتر وهي معرضة لخطر، معرضة إن ممكن عربية تخبطها. هي على فكرة السكوتر دايما بنسميه عجلتين. نعم. يعني اللي ماشية بسكوتر ماشية على عجلتين، هي دي الخطورة. نعم. فبتتعرض إن عربية بيعاكس فيقوم خبطها. نعم. طبعا بتقع. نعم. طيب يجي موتوسيكل ماشي يخبطها، يوقعها، حد يضايقها. نعم. لذلك احنا دايما من ضمن يعني الحاجات اللي احنا طبعا بنطالب بيها البنات ان دايما عفوا. نعم. دايما البنات لما تكون بتتحرك ما تتحركش في اوقات متأخرة. نعم. ما تطلعش على طرق مقطوعة، لأن احنا برضو لينا عادات ولينا تقاليد لازم نلتزم بيها. نعم. يعني احنا ما نقولش ان البنت ليها حرية قيادة السكوتر وخلاص، لا. نعم. لازم فيه
حاجات نراعيها، نعم عادات بلدنا تقاليدها، في نفس الوقت عندنا سيفتي لازم تتلبس. نعم سيفتي بمعنى ايه؟ الهلمت اللي الخوذة بتتلبس على الخوذة نعم الخوذة، نعم الخوذة اللي نعم بتتلبس على الراس نعم دي اساسي، لان هي حتى ممنوع في قانون المرور المصري ان اي حد يسوق اي دراجة من غير خوذة. نعم نفس الشيء في معظم تونس. البنات الحمد لله ملتزمين وبيلبسوا الخوذة، نعم بيبقى في كيعان وركب بتتلبس للحماية، نعم بيبقى في شوز برضو مخصصة. الكلاكس نفسه سيفتي، نعم ان هي لازم تستخدمه، لازم مراياتها تكون سليمة. نعم يعني احنا في المبادرة بنطالب بكل الايجابيات كمان، يعني مش تسوقي وخلاص، لا، نعم في قواعد لازم نلتزم بيها. الفئة التي تستعمل الدراجة النارية أكثر، هل هي يعني فئة الطالبات، يعني الطالبات بالجامعات؟ طبعا في طلبة جامعة، نعم واكتر فئة يمكن بتستخدمه هنا في مصر الموظفات. يعني يعني في محاميات، في طبيبات، في بنات ديليفري كتير جدا، هي بتتعلم سواقة السكوتر نعم علشان تساعد نفسها على المعيشة وعلى الحياة، نعم على الرغم ان في شركات كتيرة نعم بترفض انها تعين البنات راكبات السكوتر. يعني لما بتروح تقدم سي في، هي او ولد نعم بياخدوا الولد وبيرفضوا للأسف البنت، فبتضطر انها تنزل توصل اوردرات اونلاين، بتساعد نفسها على مواجهة صعوبات الحياة. نعم ودي طبعا شجاعة وجرأة منها، وأنا بحييها، لأن هي بتشتغل مهنة شريفة ومحترمة، نعم بالرغم إن ممكن يكون العائد بسيط جدا، بس دي حاجة جميلة جدا. نعم ولذلك من ضمن أنشطة مبادرة أو حملة بلاش تعكسها، إن نعم إحنا معانا مدربات نعم جميلات جدا، في بعض الأوقات بيدربوا بنات من اللي هم يعني عايزين يشتغلوا ديليفري، نعم بيدربوهم فور فري مجانا. نعم يعني نعم هو احنا في تونس يعني طبعا البنات يستعملوا الدراجة النارية ليس بنفس الشكل مثل مصر، انا شفت يعني في مصر يستعملوا اكثر، هي في النهاية ثقافة، ولكن هي معناتها الحملة التحسيسية التي قمتم بها، هذه المبادرة، هل لاقت يعني اعجاب او تجاوب معناتها المجتمع المدني في مصر؟ طبعا، لان احنا بننشر الثقافة في اماكن كتيرة جدا. في بعض زمايل يعني معايا في التلفزيون المصري، نعم لما لقوني بنشرها كمان معهم، بقوا يقولوا لي احنا عايزين نحط اللوجو بتاع الحملة نعم على عربياتنا، نعم علشان لما اي بنت بتقابلنا وهي ماشية السكوتر تعرف نعم ان احنا معاها وان احنا بندعمها. نعم فبدأوا يعني يعرفوا ده، نعم نعم وفي شباب كتيرة طبعا بيدعموا. نعم نعم إذن هو احترام يعني طالباتنا والحفاظ على سلامتهم هو واجب تتضافر معناه تقوم به كل الجهات. إذن أستاذة شيرين الفقي، شيرين الفقي، إذن تشرفنا بدعوتك، تشرفنا بحضورك، إذن أنا أترك لك المجال في كلمة حرة في نهاية هذه الحلقة إن شاء الله. طبعا كلمتي ان انا بشجع كل الفتيات اللي بتعمل عمل ايجابي نعم وبتعمل حاجة كويسة نعم وبتتجه للعمل الحر، وانها بتعتمد على نفسها وانها بتواجه صعوبات الحياة بشكل صحيح. نعم شكرا لك أستاذة شيرين الفقي الإعلامية المصرية، شرفتنا في برنامج من الجامعة نبني الوطن. إذا أشكركم أعزائي الكرام على متابعة البرنامج، نشكر لكم حسن الاستماع، ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. طبعا الشكر موصول لأخي نوفل الشرطاني في هندسة الصوت، ومحمد قدح في الهندسة الرقمية. إلى اللقاء. من الجامعة نبني الوطن. من الجامعة نبني الوطن، برنامج يسلط الضوء على دور الجامعة وضرورة المراهنة على البحث العلمي للارتقاء بالوطن، مع الدكتور طارق السالمي.